اليوم في ظل التطورات الكثيرة اللي يشهدها عالمنا، نقدر نقولوا باللي الراحة ولات حبيبة المرأة، والراحة ولات دخلت حتى لدارنا بزاف وسائل، من بيناتهم بيسال. بيسال اللي ما يعرفهاش هي ماركة أمريكية تكزيستي منذ 1876 تقريبا، هكذاك واحد 146 سنة. والحاجة الجديرة بالذكر كلا فونداتريس تاعها هي مرأة أنا بيسال، اللي تعتبر أيضا أول بي دي جي في أمريكا. بيسال منذ ظهورها قدرت تشكل علاقة وطيدة وعلاقة حب بينها وبين النساء في كل أنحاء العالم، واليوم بيسال راهي متواجدة في الجزائر. بيسال أيضا منذ ظهورها اهتمت بقضايا المرأة في كل أنحاء العالم، من بيناتهم مرض سرطان الثدي، خاصة وإحنا رانا في شهر أكتوبر الوردي. بيسال راح تخصص جزء من مداخيلها هذا الشهر باش يروحوا الجمعيات المتكفلة بمكافحة سرطان الثدي، وربي يشافيكم إن شاء الله كامل يا رب ويعافيكم من هذا المرض. بيسال عندهم تشكيلة من الاسبيراتور، راح نخليكم تكتشفوهم في الصفحة تاعهم وتزيدوا تكتشفوهم معايا كي نولي أنايا الألجي. بيسال ثاني كان على بالهم باللي حنايا تجيش واعر، وعلى بالهم باللي أنا وانتوما خواتاتي ندعموا المرأة وقضاياها ونوقفوا معاها في الشدة والرخاء باش تكمل وتحقق ان شاء الله احلامها في الحياه. انا راني تاكل عليكم باش ندخلوا كامل لاباج تاع بيسال نديروا فيها حاله، وسورتو لو بوست اللي راح نخليه لكم لهنا ديروا فيه بزاف جيم وبارطاجيوه بزاف، سورتو على جال لو موا تاع اكتوبر روز. نتكل عليكم وروحوا قبلوه.